أنا إبراهيم صالح الفريان، إعلامي وأحب التصوير مع كل واحد يجي على بالك. والله الحقيقة يعني أحياناً الصور لما أصورها يعني أكون أحياناً دايخ، أحياناً مغمض، ما تطلع الصور زينة. ولما أشرب كابتشينو بارنز الصور تصير حلوة وزينة. صالح ممكن أخذ صورة معك؟ أتشرف. قهوة بارنز ما تزين الصور بس، قهوة بارنز قهوة تزين كل شيء.